والله ثم والله إن التوحيد أجمل شيء في الدنيا. ومن الخسران العظيم أن يدخل إنسان الدنيا ويخرج منها دون أن يعرف أو يذوق أجمل شيء فيها. وليس هذا فقط، بل تكون خسارته أو يكون خسرانه هو الخسران المبين الذي لا أشد منه. أعظم شيء في هذه الحياة الدنيا هو التوحيد، وهو أطيب شيء وأهنأ شيء وألذ شيء في هذه الحياة الدنيا هو التوحيد، وسعادة الدنيا والآخرة متوقفة عليه. حري بالمسلم أن تعظم عنايته بهذا التوحيد. ثم لا يكون حظ الإنسان من التوحيد مجلس يجلسه مع شيخ شهرا أو شهرين ثم يقول تعلمت التوحيد. التوحيد ينبغي أن يكون معك معتنيا به عناية مستمرة. انظر كيف أن الأذكار الشرعية الموظفة الراتبة في اليوم والليلة جاءت تؤصل في العبد التوحيد، وتمتن العقيدة في قلبه وترسخها في فؤاده.